السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل احلى سردين مملح. شايفين السردين وحلاوته؟ شايفين شكل السردين عامل ازاي؟ سردين بلدي طبعا، شايفين ما شاء الله. السردينة طبعا لازم تكون حلوة كده ومتماسكة. انا طبعا جبت السردينة، السردينة دي سردينة بلدي طبعا، غسلتها كويس جدا وحطيتها في المطفى اتصفت، ودلوقتي هنبتدي نشتغل بيها. السردين البلدي من الحاجات الحلوة اللي بتبقى في البيت يعني، وما بياخدش اي وقت، وبيتباع برا غالي جدا، السردين المملح يعني. تمام، يلا نشوف الطريقة بتاعتنا هنعمل ايه. الطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا، يعني طريقة التمليح سهلة وبسيطة جدا. هحط 5 معالق من الملح، 1 ملح الخشن طبعا، 2